اليوم وانت قايم من النوم وكلك تفاؤل، قد تكون مخلص اختبارات وناجح وفرحان، او من فترة بسيطة حصلت على وظيفة تحبها وفرحان فيها، او يمكن تزوجت قريب او خلفت وفرحان، او اي شيء مخليك فرحان. ايش رايك اليوم تزود فرحك اكثر واكثر وانت تردد هذا المزمور معي؟ فرح نفس عبدك لاني اليك يا رب ارفع نفسي. مزمور 86 4.